نقول لكم شنو الدار جان زون يلا اسرع يلا اسرع اهلا حبايبي شلونكم ولدي شلونكم زين شلون صحتكم عبي عبيب السباع فروق والله عبيب السباع شلونكم بالقرايه شلونكم بالمدرسه يا الله ترى فروق ما حد يفيدكم هذا ابوكم شوفوا ايش كبره لا تعيينات لا شغل لا عمل يدور على الشغل نركب لا عمال اكو كله بالواسطات والعدة شهادة يتعين ولدي بسرعة ما هو غير يعني الشهادة تظن بديكم أحسن من كل شيء ما حد يفيدكم ترى شوف احنا بالبداية من كنا صغار قبل هملنا المدرسة وعدنا كل شيء وتعال ما تعال وين هسه ندور على شغلة عمالة ماكو أريد نعيشكم إلا بشهادة عبي ولدي صيروا صباع وقروا إن شاء الله وصيروا صباع ومثل شنو ومن تستلمون الشهادة تتعينون معززين مكرمين ومقدرين اللي عنده شهادة واللي ما عنده شهادة هات تشوف نركض هيك ونركض هيك وندور عمالة وما بقرة زاحف؟ ايه بوي عفي بعد ابوك بالشاطر عفي بالسبب ايه بقرة زاحف؟ ايه بوي اه والحي شي ديناصور؟ لا لا احبوي وانت؟ عددتي حيوانات المفترسة الدجاجة دجاجة مفترسة ايه بوي عفي بعد ابوكم بالسباعة والله خوش تقولون انت والله سباعة 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 هاي كل هذا الحاضرين انتم صاركم يقدر تقولون انت ابوي بعد ابوك الزواحف البقرة وانت المفترسة الدجاجة والله عشان تديك ما شنو هاي؟ شنو بورجي؟ بورجي لعبة شنو لعبة مال يا شخص؟ هاي لعبة بورجي حرب حرب؟ ايه البوشنج شنو هاي البوشنجي؟ هاي لعبة هذا البوشنجي يعني لعبة شلون عرفت البوشنجي شنو هاي؟ صعد بالطيارة بك الطيارة البوشنجي هاي عرفتها بس الزواحف ما تعرفها والحيوانات ما تعرفونها؟ ايه بوشنجي تربيتكم